السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم يا ثاني سوف نبدأ بصفحة 40، يعني كلياتنا يا ثاني نفتح على صفحة 40، بدنا نكمل حل تدريباتنا من وحدتنا صديق من ورق، صديق من ورق. إذا كلياتنا نفتح على صفحة 40 يا ثاني، وعنوانه اكتب. اكتب يا ثاني. يلا نقرأ السؤال الأول. ألفظ الكلمات منتبها إلى نطق الألف المقصورة والياء في آخر كل منها، ثم نعد كتابة الكلمات. طلعوا لي يا مس اللي باللون الأحمر، ألف مقصورة، ألف مقصورة. اللي باللون الأزرق اللي هي ياء، ياء. مثل الألف المقصورة لما بدي أجي أنا ألفظها بلفظها كألف حرف مد، ألف حرف مد. ماشي يا ثاني؟ يعني انتبه لي هون، زي كلمة ضحى، ضحى. ما حكى الضحي، ما بصير أحكي الضحي، ضحى، ضحى. عيسى، عيسى. شوف كيف أنا مديت، بلفظها زي كأنها ألف حرف مد. أما الياء يا ثاني، طلع عندي را مي، را مي. إذا أنا لفظت الياء. الغالي، الغالي. شوفوا مس كيف إحنا قطعناها. يلا يلا مس ألفظ معي، يلا. ضحى، ضحى. را مي، را مي. عيسى، عيسى. الغالي، الغالي. أيضا عندنا الياء يا ثاني هون أجت حرف مد، طلعوا مي، لي. إيش هن حروف المد؟ اللي هم الآ والأو والإي. ماشي يا ثاني؟ طيب يا مس شوف التمرين اللي بعده. بحكي لنا استخرج من درس القراءة. أنو درس يا مس؟ اللي هو صديق من ورق، كلمتين تنتهيان بألف مقصورة وكلمتين تنتهيان بياء، واكتبهما، واكتبهما يا ثاني. يلا كلياتنا نرجع لدرسنا اللي هو يا مس صديق من ورق. يلا نشوف يا ثاني، خلينا نطلع أول إشي ألف مقصورة. يلا. تحب ليلى، ليلى. إذا إيش انتهت يا ثاني؟ بألف مقصورة، بألف مقصورة يا ثاني. يلا. المطالعة كثيرا، اختارت كتابا من مكتبة والدها لتقرأ فيه. سمعت الكتاب يتحدث إليها، أهلا بك يا ليلى بين أوراق طي. طب أوراقي بماذا انتهت يا ثاني؟ بياء. أحسنتم. أجمل القصص وأحلى، وأحلى. طلع بإيش انتهت يا ثاني؟ بألف مقصورة. الأخبار وفيها الرسومات الرائعة، سأذهب بك إلى الفضاء الواسع والبحار العميقة وفوق الجبال العالية والغابات الخضراء، قالت ليلى. كم أحبك حين تروي، تروي. طلع يا مس إيش انتهت؟ بياء. انتهت بياء. ماشي ثاني؟ إذا الكلمات اللي بتنتهي بألف مقصورة يلا نكتبهم. ليلى أحلى، ليلى أحلى. يلا نكتبهم هم يا ثاني. نكتب ليلى أحلى، ليلى أحلى. يلا إيش حكينا يا؟ أوراقي، أوراقي. وإيش كمان؟ تروي، تروي، تروي يا ثاني. إذا الألف المقصورة طلعنا من الدرس ليلى أحلى، والياء أوراقي وتروي. طيب نشوف التمرين اللي بعده يا مس. بحكي لنا
استخرج من الدرس جملة تدل على الترحيب. جملة بتدلني يا ثاني على الترحيب، أخذناها وإحنا نشرح درسنا القراءة صديق من ورق. يلا وين الجملة الترحيبية؟ وين الجملة الترحيبية؟ الكتاب لما رحب بليلى ماذا قال لها يا ثاني؟ برافو، أهلا بك يا ليلى. أهلا بك يا ليلى. أهلا بك يا ليلى. إذا الكتاب رحب بليلى. أهلا، كلمة أهلا يا ثاني إذا بدأت أهلا إذا هي جملة ترحيب، برحب الكتاب بليلى. ماشي يا ثاني؟ طيب يا مس معانا يا ثاني واجب، اكتب بخط جميل. تحب ليلى المطالعة كثيرا، بخط جميل ومرتب يا ثاني. أنت صديقي المخلص، أنت صديقي المخلص. كمان يا ثاني عنا إملاء، رح أعطيك فترة يا ثاني، خلي الإملاء يوم الثلاثاء. ماشي يا مس؟ يوم الثلاثاء عنا إملاء يا ثاني، عنا إملاء اللي هو إيش إملاءنا؟ بيحكي أهلا بك يا ليلى. بدنا ننتبه يا ثاني على الألف المقصورة والياء. ماشي يا مس؟ بين أوراقي أجمل القصص وأحلى الأخبار وفيها الرسومات الرائعة. ماشي يا ثاني؟ إذا يوم الثلاثاء عنا إملاء المنقول صفحة 41 يا ثاني. طيب يا مس بدنا نشوف أنشودتنا، في عنا أنشودة كثير حلوة. يلا خلينا نحكي إيش عنوانها. عنوانها الكتاب، الكتاب. يلا نقطعها مع بعض يا ثاني. أو ال، ال كي تا بو، الكتاب، الكتاب. يلا يا ثاني نستمع لأنشودتنا الحلوة. يلا يا مس. يا بستان الحرف الأخضر يا ضوءا ينساب، في قلبي في عمر الأنظر سميناه كتاب. أنت رفيقي في مدرستي، أنت سمير الدار، تحلو النزهة في صفحاتك، تحلو ليل نهار. إذا أنشودتنا يا ثاني بتتحدث عن الكتاب، بأنه الكتاب هو صديقها يا ثاني، وهي زي الواحد لما يقرأ كتاب زي كأنه ذاهب في نزهة. ماشي يا مس؟ مس هاي المطلوب منك بس إنه نقرأها قراءة يعني. إذا نقرأها مرة ثانية يا ثاني. يا الكتاب. يا بستان الحرف الأخضر يا ضوءا ينساب، في قلبي في عمر الأنظر سميناه كتاب. أنت رفيقي في مدرستي، أنت سمير الدار، تحلو النزهة في صفحاتك، تحلو ليل نهار. ماشي يا ثاني؟ طيب يا مس هنا عندنا يا ثاني اقرأ، اقرأ مس. في عنا آية مأخوذة من سورة طه وفي عنا حديث. مس الآية والحديث هذول يا ثاني بحثونا يا مس على العلم. يعني أنت لا تحكي مثلا، لنفرض الدكتور عنا بيحكي أنا خلص خلصت علمي اكتفيت، لا يا ثاني، لازم يظل يقرأ الكتب ويظل يطالع يا ثاني علشان يأخذ كل إشي جديد. يعني لا تحكي أنا خلص بعرف أنا حافظ، لا يا مس، بدنا نضلنا نقرأ ونضلنا نحفظ ونضلنا نأخذ معلومات جديدة. ماشي يا ثاني؟ طبعا الآية بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. يعني الإنسان قد ما وصل يا ثاني للعلم برضه بيطمح إنه لازم يتعلم أكثر وأكثر. كمان نشوف الحديث بحثنا على العلم يا ثاني وعلى القراءة وعلى المطالعة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. يعني شوف ربنا يا ثاني والرسول أيضا محمد صلى الله عليه وسلم قديش يمس بحثنا على العلم، بإنه العلم أنت قد ما تتعلم يا ثاني، أنت هسه طالب علم، أنت وظيفتك إيش يا ثاني؟ طالب علم. فشوف ربنا يعني قديش أنت كل ما حبيت أنك تدرس وتطالع يا مس، ربنا بده يحط لك يا ثاني حسنات كثيرة، وهو رح يحبك كثير ورح يسهل لك الطرق كلياتها يا مس، ماشي يا ثاني؟ لهيك إحنا لازم نتابع دروسنا ونحضر منصتنا يا ثاني، ونسمع كلام ماما إنه يلا تعال ندرس، نرد على ماما يا ثاني، ماشي يا مس؟ لأنه شوف ربنا قديش بده يحبك ويحط لك الحسنات ويرضى عنك يا ثاني، ويغفر إلك كمان إذا في إلك ذنوب، وإنت تعلمت شغلي يا مس بتفيد، ربنا رح يغفر لك ذنوبك يا ثاني، ماشي يا مس؟ هيك إن شاء الله إحنا بنكون أنهينا حصتنا لليوم، ولا ننسى الإملاء يا ثاني صفحة 41 يوم الثلاثاء يا مس عنا إملاء، ويعطيكم ألف عافية يا ثاني.